طبعا رحله الرحله من باب السلام لباب البقيع ده رحله العمر، واي حد يتمناها انه يمر المر ده، وربنا سبحانه وتعالى يكتبها لكل مشتاق، وربنا يتقبلها مننا جميعا يا رب. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا اشرف خلق الله. اللهم صل وسلم وبارك. وحد يشوف المنظر ده حتى يركز في نفسه، ده حاجات روحانيه. رسول الله صلى الله عليه وسلم والصديق ابو بكر وعمر بن الخطاب، عايزين ايه اكتر من كده؟ احنا ده رضا من الله سبحانه وتعالى صراحه. ترتيب ربنا يجزيهم خير، امن وامان، وربنا يجعلها امن وامان وسلم وسلام ليوم الدين. ده انا لو نطن طول حياتي واقف هنا مش هنزهق. حياتي اللي فضلالي في عمري كله لو نطن واقف هنا قدام الباب ده مش هنقول لا. وربنا سبحانه وتعالى يكتبها لكل مشتاق، ويا رب يتقبلها مننا يا رب.